أنتِ الآنسة جميلة شاياك من دون أي نوع من الضغط من قبل حدا وبكامل إرادتك الحرة. يا ترى بتقبلي يا آنسة بالسيد بدر هاكمان يكون زوج إليك من قبل حدا وبكامل إرادتك الحرة؟ إذا بتريد هون في قاعة تانية؟ لا ما في. يا الله بس هن اللي قالونا على اساس انه صارت كارتال. مؤيد قلت انه كارتال بس طلع غلط. مؤيد بناءً على قوانين الأحوال الشخصية والصلاحيات اللي منحني إياها رئيس البلدية بعلمكم زوج وزوجة. ردي على تليفونك جميلة ردي. ألف مبروك. بارك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. مؤيد ما لقينا حدا هون. شو؟ مو هون عم يتزوجوا. كيف زينب قالت لي انهم هون؟ بسيطة ضحكوا عليه. بيكونوا تزوجوا وخلص وقدروا يضحكوا علينا. والله أنا زعلانة عليك لأني بعرف قديش أنا متضايق. مو وقت الحكي فاضي هلا. ما شاء الله عليكم، الله يحميكم من العين يا رب. جنبي خد هدول ورشون عليهم. خلاص ما بيكفي بقى، والله صار بجيابي شي كيلين رز. وهي الصحفيين اجوا لهون كمان. انت ليش مخبر الصحفيين بدر بيك؟ ان شاء الله بكره الصبح نشوف صورنا معبيه بالجرايد كلها. مو مشكله. صوروا صوروا كمان كمان. امي يلا اجيت. طولي بالك. استنى. ايه شو عليك؟ جميله جميله. ليك لا تنسي شو حكيت لك امبارح بالليل. انا متاكده انك رح تكوني مبسوطه كتير بحياتك، واذا ما انبسطتي وما كنت مرتاحه لا سمح الله قلبي وروحي وبيتي مفتوحين لك دائما.
طيب خذ عروستك وروح من هون، احسن ما اروح معكم. لا خلص رايحين. كوثر خانو، بعتقد تليفوني كان عم يرن لانه الشنطه كانت عم ترج. هدول اكيد البنات اللي عندي بالمحل، بالهم مشغول على جميله وبدهم يطمنوا عليها. ايه بصير، تفضلي لوصلك معي. لا ما بدي عزمك. لا ما في عذاب، تفضلي. بنمشي حسين بيك؟ ايه يلا تفضل. شكرا. تفضلي. تفضلي. شكرا. كنا أخذنا شي تاكسي من الطريق وما في داعي لنعذبك معنا جميلة. ولو عذاب شو؟ شكرا. جميلة؟ والله جميلة عطتني تليفونها قبل ما أفوت على كتب الكتاب ونسيته معي. خلاص؟ ايه والله جميلة تجوزت. شكرا كتير لكم يا بنات على هالتليفون، عذبتوا حالكم. لا ما رح طول شوي بوصل على المحل.